وفي ظل الاجراءات الاحترازيه التي تتخذها مملكه البحرين لمواجهه جائحه كورونا، اكد عدد من اصحاب المجالس على اغلاق كافه المجالس الرمضانيه، وذلك تنفيذا لتطبيق مبدا التباعد الاجتماعي، مما ادى الى استمرار تلك المجالس ولكن عن بعد. كعادتها في كل عام، تستقطب المجالس الرمضانيه في مملكه البحرين شرائح عديده من البحرينيين والمقيمين، كايقونه اجتماعيه للتعاضد والتلاحم والتاخي بين مختلف افراد المجتمع اذ لعبت هذه المجالس في شهر رمضان وبقيه شهور السنه دورا مؤثرا في المجتمع البحريني منذ القدم ولكن هذه السنه ليست كباقي السنين، فقد دعا الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في وقت سابق الابتعاد عن إقامة المجالس الرمضانية، وضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية فقط، وتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة، وتجنب التجمع بأعداد كبيرة ولمدة طويلة بين الأهل قدر الإمكان. وفي هذا الصدد، ذهبنا الى بعض المجالس الرمضانيه في مملكه البحرين وراينا مدى التزام اصحاب المجالس باغلاقها لتطبيق مبدا التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات سواء على مستوى كبير او محدود مجالس البحرين أخذت على عاتقها أن تبادر بالتباعد الاجتماعي وبشعار كن واعيا وكن أيضا مثقفا في التصدي لمرض كورونا فمجالس البحرين ومجلس الحسيني أسوة بمجالس البحرين توقفت أنشطة المجالس التي كانت أسبوعيا وكذلك في رمضان كنا كل يوم جمعة مجلسنا يكون عامر برواده وضيوف فاحنا نفذنا كل شيء حسب الاوامر اللي صادره يعني يعني اول شيء انه هو من اجل سلامه المواطن نفسه يعني احنا ملتزمين بالحظر قاعدين في البيوت الا للضروره يعني فقدان الاجواء الرمضانيه المعتاده اصبح لازما ان تنشط الافكار وتتبلور بحسب الامكانيات المتاحه والظروف وهذا ما دفع العديد من اصحاب المجالس الرمضانيه بمشاركه مختلف شرائح المجتمع عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه. المجلس كان دائما مفتوح كل احد ولكن في هذه الظروف احنا اخذنا احتياطنا اساس أن مصلحه الناس اولى من مصلحتنا. فمثل ما الحكومه بغت ان احنا نبند المجالس وتخاف على الشعب انه ما يصيد المكروه فبندنا المجالس دي حق ما الامر يعني من القياده بندنا المجالس اول كان مجلس مشحون كل اسبوعيه مشحون مجلس ما يشيل اللي برا وحاطين المجلس حق من؟ حق وطننا حق بلادنا هكذا أقام عدد كبير من أصحاب المجالس مجالسهم عن بعد اما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل الإلكترونية او عبر البرامج المتخصصة في البث المباشر والتي كثر الاقبال عليها في هذه الفترة لتبقى نافذة للتواصل الاجتماعي ولكن عن بعد استجابة لامر صاحب السمو الملكي ولي العهد بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وإغلاق المجالس الرمضانية نفذت مجالس مملكة البحرين هذا القرار مع تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي المرئية لتبقى المجالس الرمضانية على سابق عهدها لتعزيز الترابط بين الأهالي لمركز الأخبار خالد العون تلفزيون البحرين